أرجو من الله العلي القدير أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان. صفحات من الماضي. في مثل هذا اليوم في 9 يوليو عام 2019 قدم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة واجب العزاء في وفاة المغفور لها فاطمة سبيل الضنحاني أرملة المرحوم كرم جلال الكعبي. وأعرب سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة مراشيد بالفجيرة عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيدة، داعيا الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. وأعرب ذو الفقيدة عن خالص شكرهم لسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة لهذه اللفتة الطيبة، مقدرين سعي سموه لمواساتهم ومشاركتهم أحزانهم والتخفيف عنهم، داعين الله تعالى لسموه بطول العمر وأن يلبسه حلل الصحة والعزة، وأن يحفظ صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة. صفحات من الماضي.